السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم من جديد في قناة فسر حلمك مع نسمة خاطر. النهاردة إن شاء الله الحلقة دي مهمة، جاية لكم بثلاث رؤى. الثلاث رؤى دول تقريبا نص الكومنتات اللي بتجيلي كل يوم بيكون فيهم كتير قوي من الرؤى اللي أنا هفسرها النهاردة. النهاردة الحلقة دي تهم البنت العزباء أكتر حاجة، هقولك فيها تفسير رؤية شاب مجهول في المنام، تفسير رؤية شاب معروف في المنام، تفسير رؤية شاب وسيم في المنام. التلات رؤى دول هفسرهم النهاردة، ولكن زي ما احنا متفقين اللي محتار في تفسير اي رؤية اشتركوا في القناة واعملوا لايك واكتبوا الرؤية، وانا بإذن الله هرد عليكم في اقرب وقت. فعلوا الجرس عشان كل جديد يوصل لكم اول باول. يلا بينا بقى نبدأ في حلقة النهاردة عشان ما طولش عليكم، صلوا على النبي في التعليقات ويلا بينا نبدأ مع بعض. رؤية شاب معروف في المنام، الرؤية دي بيكون تفسيرها ايه؟ اولا بتكون دليل على قصر تفكيرك في هذا الشخص، وكمان تفكيرك الكثير في ان انت نفسك ترتبطي بيه. وكمان الرؤية دي بيكون تفسيرها ان انت في يعني فرص في حياتك لو استغلتيها صح او عرفتي تتصرفي من خلالها صح هتحققي كثير من الانجازات في حياتك. طيب الرؤية دي، طب لو انتوا قلتولي طب احنا بنشوف شاب مثلا متجوز او شاب ما ينفعش باي طريقة من الطرق ان انا افكر حتى ان انا ارتبط بيه بس انا بشوفه في المنام، الرؤية دي بتكون تفسيرها ان الشاب ده فيه صفات كتير حلوة انت نفسك ان هي تكون في زوجك المستقبلي، طبعه طريقته اسلوبه في حاجة ملفتة فيه انت بتفكري فيها او بتتمني ان زوجك المستقبلي يكون فيه الصفات دي. طيب لو شفتي بقى رؤية غير محمودة فيها تفاصيل غير محمودة، طبعا بيكون تفسير الرؤية كده مختلف تماما، هساعدك هتبعتي لي الرؤية في كومنت وانا بإذن الله هرد عليكي. يلا بينا بقى نبدأ تفسير رؤية شاب مجهول في المنام. شاب مجهول في المنام بتكون الرؤية دي دليل على أمنيات، و يعني في أمنيات وتطلعات جوه قلبك، فالرؤية دي بتكون دليل على تغيرات إيجابية بإذن الله ستحدث في حياتك، في أخبار سعيدة أو في تغيرات سعيدة هتحدث في حياتك بإذن الله تعالى. طبعا برضو لو في تفصيلة غير محمودة في الرؤية هيكون تفسيرها مختلف. تمام؟ طيب لو شفتي في منامك شاب وسيم، شاب جماله ملفت، شفتي في المنام كده قايمة مندهشة من جمال الشاب اللي انت شفتيه في الرؤية، هنا الرؤية دي بيكون تفسيرها خير ورزق وفير بإذن الله ستناليه في حياتك. وكمان لو انت بتدرسي الرؤية دي بإذن الله بتكون بشرة ليكي يعني بنجاح وتفوق بإذن الله تعالى، أو على الأقل حتى بتبشرك ان انت بإذن الله هتنجحي. زي ما احنا متفقين لو محتارين في تفسير اي رؤية اشتركوا في القناة واكتبوا الرؤية اللي انتوا عايزينها واعملوا لايك، وبإذن الله هرد عليكم في اول او في اقرب وقت عشان برد على كومنتات كتير جدا في ناس كتير بأثر معاها، سامحوني بإذن الله هرد عليكم كلكم. فعلوا الجرس عشان كل جديد يوصل لكم، صلوا على النبي في التعليقات، بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.